تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين عبر منفذ كرم أبو سالم من الجانب المصري لمعبر رفح البري. أدخلت مصر اليوم أكثر من 150 شاحنة بها عدد كبير من أطنان المساعدات الغذائية والطبية، ذلك بالإضافة لشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم آخر التطورات أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري. ربما اليوم عادت حركة الشاحنات في الزيادة مرة أخرى، نتحدث عن دخول 164 شاحنة بالإضافة إلى شاحنات الوقود، 8 شاحنات للسولار، وربما عادت هذه الشاحنات للعودة مرة أخرى بعد أن أفرغت الحمولة الخاصة بها. عدد كبير من أطنان المساعدات التي تدخل يوميا، وهناك جهود مصرية مكثفة في زيادة هذه الشاحنات بالإضافة إلى الشاحنات المصطفى في الساحة الخارجية لمعبر رفح وأيضا في مدينة العريش. وربما التطور اليوم في دخول شاحنات السولار يعني لما لها من أهمية كبيرة في تشغيل المرافق الحيوية، سواء كانت المخابز أو المولدات الكهربائية التي تساعد في تشغيل المرافق الحيوية داخل المستشفيات. نتحدث أيضا عن استمرار وجود سيارات الإسعاف أمام بوابة معبر رفح البري، وهنا نقطة هامة نؤكد عليها أن مصر لم تسحب سيارات الإسعاف ولم تسحب أي من خدماتها، لم تتوقف كل الخدمات التي كانت تقدمها مصر قبل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني. وربما سيارات الإسعاف تتواجد بصفة مستمرة على مدار اليوم تحسبا لأي طوارئ في حال إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فسيتم استقبال الجرحى والمصابين وتقدم لهم مصر كما كانت تقدم في السابق كل الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة بها في محافظة شمال سيناء. ومع حدة هذا الصراع تتواصل الجهود المصرية بإنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والوصول إلى وقف إطلاق نار كامل داخل القطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.